بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان أتدرب على قراءة الأعداد المكونة من ثلاثة أرقام. إذا كان العدد يتكون من ثلاثة أرقام دائما، فالرقم الأول على اليمين يمثل الوحدات والذي يليه يمثل العشرات والثالث يمثل المئات. إذن 6 رقم الوحدات، 7 رقم العشرات، 1 رقم المئات. إذن إذا أردنا أن نقرأ هذا العدد فإننا نبدأ من المئات. 176، أبدأ من اليسار. 176، 176، 158، 158، 167، 167، 241، 241، 234، 234، 392، 392، 361، 361، 435، 435، 468، 468، 421، 421، 526، 526، 573، 573، 618، 618، 609، 609، 719، 719، 746، 746، 821، 821، 875، 875، 917، 917، 964، 964. وإلى هنا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.